حميد الشاعري عرف ان حضرتك معانا. اه. فقال لي بيسلم عليك. الله يسلمه حبيبي. وبيقول لك هو متشرف جدا ان النقابه اتشرفت ان هاني شاكر يبقى نقيب الموسيقيين. ربنا يخليه يا حبيبي. قلت له ليه ما اشتغلتوش مع بعض؟ قال لي انا عامل لهاني شاكر اغنيه والاغنيه عنده ولما تيجي اساله ليه الاغنيه دي ما نزلتش. والله لا هقول لك حاجه. لا هو بعت لي اكتر من غنوه بس احنا لسه ما استقرناش على حاجه نفذها. اه بالظبط كده من فتره طويله. لكن انا من خلالك برضو يا احمد بعد اذنك سلم لي عليه كتير. وانا حميد من الناس اللي انا بحبهم جدا وبعتز بيهم جدا وبتمنى يعني قريب يا رب كده نقعد مع بعض قاعده ونظبط غنوه جديده يا رب. انت شايف بقى دلوقتي موجه المهرجانات وبدايات حميد كان فيه هجوم هنا وهنا فيه هجوم. اه شايف طبعا ان ايام حميد كانت ارحم بكتير. كانت ارحم بكتير عشان السوشيال ميديا وقتها او كان الميديا الاعلام ما كانش فيه زي دلوقتي. دلوقتي اللسنه بقت كتير والاراء بقت كتير واللسان الحد ده بقى كتير جدا. يعني انا في ناس بلاقيها يعني ملهاش لا في الطول ولا في الطحين وداخله تشتم. المقارنه ظالمه جدا. ده حميد بقدم غير شكل المزيكا طبعا. لا هو احمد بيتكلم على طبيعه المزيكا الموسيقى انه حميد مختلف. حميد اه يعني اهتم بالريتم. طب ما هو النهارده انت بيني وبينك المهرجانات هي ريتم. لكن لا حميد لما عمل ريتم عمل ريتم بالموسيقى مش على طبلة كده قاعد تحت بير السلم بيعمل غنوة. اه والله وكلام كان وصدى الصوت في المنور بقى كده. هو ده اه والله المنور بيبقى يديك صدى الصوت كده. لا حميد فنان فنان وقدم موسيقى مختلفة عن اللي كانت قبليه. لكن عايز اقول ايه يا ولادي هو برضه ده المهم قوي انه استخدم الادوات الموسيقية. ما وقفش تحت بير السلم بطبلة وغنى وبقى هو ده الفن اللي بيمثل مصر او هو ده الفن اللي اكترية من الشعب المصري بيحب يسمعوه. لا دي كارثة دي كارثة. احنا مش ضد الريتم ومش ضد الايقاع ومش ضد ان الناس ترقص وتهيص وتنبسط. مفيش مشكلة خالص. لكن بترقص على ايه؟ بترقص على كلام ايه؟ على الحان شكلها ايه؟ هو ده اللي يهمني. لكن انا ما استرخص ما اقدمش ارخص حاجه ممكنه في الفن واقول ان هو ده الفن السائد. لا